الكريمة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء على بركة الله نتحرك بشوطنا الخامس عشر في مجموعة الأشواط الشوط الذي يأتي قبل الشوط الأخير ونرحب بزميلنا محمد بن سعيد بن معدن الذي يشاركنا التعليق على مجريات هذا الشوط. شكرا لزميلي سالم بركاض العليلي وشكرا لزميلي محمد اليمني. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية من هذا الميدان، ميدان الهباب، ميدان الذهب، مع انطلاقة هذا الشوط، شوط الخامس عشر، خاص أيضا بالجعادين لأبناء القبائل. بالتوفيق يا الله لكل الجميع اللي في هذا الميدان. مشاهدينا الأعزاء بنعود إلى مقدمة الشوط، نرى اللي في المركز الأول شاهين للسيد سالم بن علي العويسي اللي ماخذ المركز الاول، بينما المركز الثاني وافي للسيد حميد بن كعيب الفلاسي، والمركز الثالث هناك من الجنب الثاني اللي هو مياس للسيد عبيد بن محمد بن بدر العليلي ماخذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع هني المركز الرابع مياس للسيد محمد بن علي بن راشد الاجتبي، والمركز الخامس من الجنب الثاني اللي هو شاهين السيد راشد بن سعيد بن مطار بالضبيعة، والمركز السابع ولا السادس هني المركز السادس مشاهدي الكرام البني للسيد سعيد بن سالم بن غدير، والمركز الثامن من الجنب الثاني عنيد للسيد يمعة بن عامر بن دعفوس المنصوري، والمركز التاسع سلهود للسيد راشد بن صابر بن سعيد بن صابر، والمركز العاشر بنشوف المركز العاشر اللي قادم مياس للسيد محمد بن راشد بن سرداح. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، عديناهن على حضراتكم مشاهدينا الكرام. بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى المركز الأول هناك مياس للسيد عبيد بن محمد بن بدر العليلي ماخذ المركز الأول، بينما المركز الثاني اللي هو مياس مشاهدي الكرام تعود ملكيته للسيد محمد بن علي بن راشد الاجتبي، والمركز الثالث اللي هو شاهين للسيد راشد بن سعيد بن مطر بالضبيعة ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع هناك مياس للسيد محمد بن راشد بن سرداح ماخذ المركز الخامس، والمركز الخامس وافي للسيد حميد بن كعيب الفلاسي، والمركز السادس مشاهدي الكرام سلهود للسيد راشد بن صابر بن سعيد بن صابر، والمركز هناك المركز السابع مشاهدي الكرام اللي هو عنيد للسيد يمعة بن عامر بن دعفوس المنصوري، والمركز الثامن هني شعار سالم بن سعيد بن غدير ماخذ المركز الثامن البني، والمركز التاسع مشاهدي الكرام اللي هو سراب للسيد عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، والمركز العاشر شاهين للسيد سالم بن علي العويسي. هذه العشرة المراكز الأولى عديناها على حضراتكم بالوها والتمام مشاهدين الكرام، وهناك المنافسة قوية لك اللي غير وخذ المركز الأول مياس للسيد محمد بن راشد بن سرداح. يا سلام يا أبو راشد خلك مع مياس على المركز الأول، المركز الثاني مياس للسيد محمد بن علي بن راشد الاجتبي ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث من الجنب الثاني بشوف المركز الثالث هنا اللي هو مياس للسيد عبيد بن محمد بن بدر العليلي ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع هناك من المركز الرابع بنشوف المركز الرابع للسيد حميد بن كعيب الفلاسي، والمركز الخامس للسيد عامر بن دعفوس المنصوري، والمركز هني المركز السادس بنشوف المركز السادس اللي قادم شاهين للسيد راشد بن سعيد بن مطر
بالضبيعة مشاهدي الكرام، وهناك شعار بن صابر، شعار راشد بن صابر بن سعيد بن صابر على ظهر سلهود والمركز التاسع مشاهدي الكرام، المركز التاسع اللي قادم من المركز التاسع اللي يحمل رقم 11 اللي قادم مشاهدي الكرام، اللي هو سراب للسيد عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر ماخذ المركز التاسع والمركز العاشر. بنشوف المركز العاشر اللي قادم مشاهدين الكرام، شاهين للسيد سالم بن علي العويسي. هذه النتيجه، نتيجتنا العشره المراكز الاولى. ويا الله هني المصارع القوي، وين هناك مياس؟ يا الله يا راعي مياس يا ابو راشد، خلك مع مياس، خلك في المركز الاول. هناك مياس للسيد محمد بن راشد بن سرداح ماخذ المركز الاول. يا الله نبغي سلام لهالهباب، ولكن نشوف هناك اللي قادم مشاهدي الكرام، مياس للسيد محمد بن علي بن راشد الجتبي ماخذ المركز الثاني والمركز الثالث. هني وصلكم المرر، وصلكم مشاهدي الكرام، اللي هو سراب للسيد عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر ماخذ المركز الثالث والمركز الرابع. هناك المركز الرابع مياس للسيد عبيد بن بدر العليلي ماخذ المركز الرابع، والمركز الخامس هناك عند سلهود للسيد راهد بن صابر بن سعيد بن صابر، والمركز هناك المركز السادس مشاهدين الكرام اللي هو وافي لسيد حميد بن كعيب الفلاسي. هذه الستة المراكز الأولى. ويا سلام بنشوف هناك المعركة، قوية على المركز الأول، المعركة قوية مشاهدي الكرام بين سرداح وبين المرر، ما شاء الله تبارك الله. يلا بنشوف اللي ماخذ المركز الأول اللي هو مياس للسيد راشد للسيد محمد بن راشد هناك من سرداح. يلا بنشوف المركز الثاني اللي هو سراب للسيد عبيد بن شاهين المرر ماخذ المركز الثاني والمركز الثالث. هناك المركز الثالث، يا سلام مياس للسيد محمد بن علي بن راشد الجثبي، والمركز الرابع اللي قادم خذ المركز الثالث في هذه اللحظات اللي هو شاهين ولا مياس للسيد عبيد بن محمد بن بدر مشاهدي الكرام. ولكن خلاص قربنا مشاهدينا الاعزاء، 600 متر ما تبقى على خط النهايه. ويا الله يا محمد يا بن راشد يا ابن سرداح، يا الله حرك اشكرك، مشكور يا ابو راشد، مشكور يا ابو راشد مشكور. خلك مع المركز الاول، خلك مع مياس، سلاله مياس، يا سلام الشعار هذا المعروف مشاهدينا الكرام، ما ينوضع الا على مطيه السبوك مثل مياس ومثل غير مياس، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني هناك اصبح من نصيب اللي هو مياس للسيد عبيد بن محمد بن بدر العليلي ماخذ المركز الثاني. ولكن خلاص خلوني مع مياس، خلونا مع مياس، روح يا ابو راشد روح، سلام يا الهباب، سلام يا الهباب، من الهباب الى الهباب، من دورة الهباب من دار الهباب الى منطقة الهباب، ما شاء الله. تهانينا والناموس لك يا ابو راشد، تهانينا للسيد محمد بن راشد بن سرداح الاجتبي على فوز مياس على المركز الاول، تهانينا للخالي رايد بن سرداح، تهانينا والناموس مشاهدي الكرام. المركز الثاني مياس للسيد عبيد بن محمد بن بدر، والمركز الثالث مياس للسيد محمد بن علي بن رايد الاجتبي، المركز الرابع المرر، والمركز الثالث للعويسي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، الخامس للعويسي. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء عديناها على حضراتكم بالوفاء والتمام.